كهربا وقفشه ومعلول وكانه معاهم بقاله كتير. زي ما قلت لك في الاول الاختيار بتاع المدير الفني، شوفي لاعب النادي الاهلي في اخر كام سنه كام مره وشوفي لاعب الوداد كام مره، فاكيد عنده درايه كافيه قوي باللعيبه بتاعه النادي الاهلي وعارف كويس قوي اللي هو جاي اكبر نادي في افريقيا، فلازم يبقى عارف الاسامي ولازم يبقى عارف اللي هو جاي في نادي ما بيقبلش غير البطولات، ولازم يبقى هو الراجل عنده ثقه في نفسه، وده اللي عاجبني فيه ومدي الثقه دي وناقلها للعيبه بتاعته. يعني انت بتشوفي قبل النهائي بتشوفي حسين الشحات وبتشوفي قفشه، بتشوفي كل واحد بلغه الكوره يعني بيديله كوبري بيشمسه بيلعب براحته، يعني دي ثقه. ايه رايك في جون حسين الشحات في مباراه الاياب؟ منه لله حسين الشحات بصراحه. مأجر ملعب لوحده. منه لله بصراحه، الراجل بيدوروا عليه في المدرجات مش لاقيين اللقعه ده يعني. لا كان فعلا جون حلو جدا، حلو ممتع قوي 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 بجد يعني انا من احسن الاجوان اللي شفتها السنه دي بصراحه. لا جون ممكن نقول برضو من احسن الاجوان في تاريخ دوري ابطال افريقيا. بالظبط يعني. لا حسين الشحات بصراحه مفتري بصراحه. مين اللعيبه اللي شايف ان هي تطورت بشكل ملحوظ تحت قيادتك؟